وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي مشاهدينا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو، إذ خفف انخفاض أسعار الخدمات من وطأة ارتفاع أسعار السلع، مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم. وقال مكتب إحصاءات العمل التابعة لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 10% الشهر الماضي بعد صعوده 20% في يونيو على أساس غير معدل، وزاد المؤشر 22% بعد 12 شهرا حتى يوليو بعد ارتفاعه 17% في يونيو. هذا وتترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة لشهر يوليو، والتي قد يكون لها تأثير ملموس على ما إذا كان الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر.